احنا توقفنا المحاضرة الماضية عند اوكي كيف انه احنا بدنا نتعلم. اوكي يعني حكينا انه احنا في عنا حكينا عن الاوفلاين ماركوف ديسيجن بروسيس والاونلاين رينفورسمنت ليرنينج. طبعا هذا سوليوشن اوف لاين انه هو بيعمل كل محاكاة او يعني بيتبع كل الحل كله في الذاكرة وبعديها بروح بختار الحل. اما هنا الاونلاين انه بيعمل اكسبلور بياخد اكشن معين وبناء عليه انه بيعدل البوليسي تبعته. فعشان هيك انا في عندي مصطلح باسيف رينفورسمنت ليرنينج، وحكينا انه بعد التجربه اللي مر فيها هو بروح بسجل نوت انه هذا الاكشن كويس، هذا الستيت مش كويسه وهكذا. تمام. اما الاكتف انه بياخذ الاكشن وبيسجل الملاحظات وبيعدل البوليسي تبعته وبيعمل ابديت، يعني بيعمل ابديت للبوليسي تبعته بيعدلها وبيستمر في ال يعني actively انه وقت اللعب يعني. حكينا كذلك انه ال passive reinforcement learning كيف انه احنا بنتعلم. يعني طبعا للتذكير حكينا انه ال input عبارة عن fixed policy. تمام. وبدي انه يعني أنا ما بعرف الـ transition model وما بعرف إيش هي الـ reward. تمام. وبدي أعمل learn state value، فكيف إحنا ممكن نتعلم؟ ففينا عندي عدة طرق للتعلم. أول طريقة إحنا حكينا من خلال الـ direct evaluation إنه أنا بدي أتصرف وفقا للـ policy. الـ policy هي عبارة عن set of actions وبناء عليه إنه بعمل evaluation للـ للاوتبوت فاليوز او للفاليوز. وشفنا المثال هذا. تمام. توقفنا عنده يعني كانت في بعض الامور مش واضحه. المثال هذا حكينا انه انا في عندي اربع ايبيسويدز زي هيك. تمام. هدف التريننج احنا اخذناها كسامبل زي ما ذكرنا وبدنا نحسب الفاليو، نحسبها بشكل مباشر. كيف هذه انه احنا حسبناها انه البي انا عندي أربع مرات موجودة في أربع إبيسويدز. هاي هادي واحد، خليني أشغل الأنوتيت، هادي وهادي وهاي وهاي. فبالتالي الـ reward أنا عندي هنا 8. هنا اتفقنا إنه 8 الفاينل. تمام. اللي هي من هنا لغاية هنا. تمام. وهنا نفس الكلام، وهادي 8 وهذه اتفقنا انه ماينس 12. اوكي. فبالتالي هي 8 في ربع ضرب 8 في ربع ضرب 8 في ربع، عفوا حاصل مجموع انه 8 في ربع زائد 8 في ربع زائد 8 في ربع زائد 8 في ربع. طبعا ليش ربع؟ لانه حكينا اربع مرات انه كبروبابيليتي وانه هذه عباره عن حاصل ضرب الريورد في البروبابيليتي انا عندي، فبطلع ناتج انه بلس 8 اللي هو هذا الرقم. طبعا بقية الأرقام إنه هذه ليش ماينس 2؟ أنا عندي الإي، الإي كم مرة ظهرت؟ أنا عندي هاي مرة، هاي مرتين. تمام. هنا الريورد كانت ماينس 12 وهنا الريورد كانت 8، فبالتالي هنا 8 في نص زائد إنه هنا بين قوسين ماينس 12. تمام. ضرب نص فبطلع إنه ماينس 6 اللي هو ماينس 12 في نص، بتطلع ماينس 6 زائد 4 بطلع انا عندي ماينس 2. تمام. طبعا هذه معروفه انه بلس 10 وهذه ماينس 10، بتضل هذه كيف بدنا نحسبها؟ احنا كم مره انا عندي سي؟ اربع مرات، هاي مره تنتين ثلاثه اربعه. التريك هي كيف انه انا بدي احسب، بروح بحسب من هنا من السي لغايه الجول قديش الريورد انا عندي، هيك بطلع انا عندي 9 اللي هو 10 زائد 1. أما البي حسبناها اللي هي 10 ماينس 1 ماينس 1، عشان هيك طلعت 8. أما هنا إنه 10 ماينس 1 اللي هي إنه أنا كنت موجود في السي هنا لغاية الجول أنا عندي، ماينس 1 زائد 10 بطلع أنا عندي 9.
هنا نفس الإشي 9، هنا نفس الإشي 9، لكن هنا ماينس 11. فبالتالي بتصير probability إنه أنا عندي هنا 9 في ربع، 9 في ربع، 9 في ربع ناقص 11 في ربع، فبطلع أنا عندي الناتج هنا 4 بهذا الشكل. هذا هو الناتج، هذا direct evaluation. أوكي، حكينا إيش هي البروبلم في direct evaluation. حكينا إنه الميزات تبعتها إنه سهلة زي ما شفنا وطبقناها، ما بتتطلب معرفة في الترانزيشن موديل والريورد، تمام؟ يعني معرفة مسبقة إنه أنا بشوف إنه أنا بدخل على الستيت، وبناء على الستيت إنه أنا بشوف بطبق الترانزيشن موديل والريورد، تمام؟ وفي النهاية بتحسب لي correct average للفاليوز، فبالتالي أنا بطلع للفاليوز. ف يعني الكمبيوت للفاليوز هو هذا الهدف عشان إنه أنا أعمل learning. طب إيش المشكلة تبعتها؟ إنه it waste information about the state connection، تمام؟ each state must be learned separately، تمام؟ it takes long time to learn، إنه كل state أنا بدي أحسبها بشكل منفصل لحال، ممكن انه يضيع معلومات عن الستيت كونكشن انا عندي بهاي الطريقه. طيب احنا بدي اذكركم مره ثانيه ايش هو الهدف. الهدف انه احنا بدنا نعمل ليرنينج، بدنا نعمل ليرنينج ليرنينج باسيف رينفورسمنت ليرنينج زي ما احنا شفنا هنا في التايتل هذا، passive reinforcement learning. عشان نعمل passive reinforcement learning شفنا الطريقة الأولى direct evaluation. بس إيش المشكلة فيها هذه؟ خلينا نحكي إنه إحنا بنثبت البوليسي، تمام؟ وبنعمل calculate لل V، وال V إحنا زي ما تعودنا من Markov decision process إنه أنا عندي هنا ال V 0 بناء على بوليسي ثابتة بنصفرها، بعدين بروح بحسب ال next وهكذا، تمام؟ طيب هل جيت المشكلة في هاي الشغلة إنه إحنا ما بنقدرش نعمل policy evaluation، إنه أنا بدي أحسب ال V بناء على policy معين، لأنه أنا محتاج transition model ومحتاج أعرف ال reward، وهذه الشغلات أنا مش موجودة عندي، متى بعرفها؟ لما أدخل في ال state نفسها، أما قبل ما بقدر إنه أنا أعرفها. فبالتالي هنا how we can update the V، تمام، without knowing the transition model والR. طيب شو الحل؟ الحل إنه إحنا ممكن ناخد sample، تمام، وبناء على السامبل هذه نعمل estimate. فبالتالي إنه أنا بدي يكون في عندي sample 1 2 لغاية n sample، تمام، وبدي أروح أحسب ال reward لهذه الستيت اللي أنا انتقلت لإلها، تمام، انه اعرف يعني يعني انه بما انه انا يعني by doing the action، يعني هذه هي النقطه اللي انا بدي اياكم انه انتم تركزوا عليها، انه السامبل هذه ما بتتاخدش هيك، يعني احنا مش هنقدر نعرف الفاليو تبعت السامبل الا لما اخد اكشن معين انا عندي، تمام. فبالتالي انا بدي اخذ سامبل من الاكشنز الموجوده عندي واجربها واشوف ايش الفاليوز اللي موجوده انا عندي في الستيت. فبالتالي هذا يعتبر انه استيميت نوعا ما، انه انا ممكن انا ابني عليه انه الفاليو النكست لبوليسي معين هو عباره عن الافريج للسامبلز اللي انا اخذتها. فبالتالي هذا ممكن انه يكون أفضل ما إنه إحنا نعمل direct evaluation. أوكي، طيب temporal difference learning. temporal difference learning الفكرة تبعته إنه أنا بعمل مقارنة بين الفاليوز اللي أنا أخذتها، اللي يعني أنا أخذت action معين، بتوقع reward معينة، تمام،
فبالتالي لما انا اخذت الاكشن هذا بشوف يعني الفاليو هذه بقارنها بالفاليو السابقه. فبالتالي انا عندي السامبل في، تمام، حسبنا الفي بناء على السامبل، تمام. الان الابديت تبع الفي انه احنا بدنا نعدل الفاليو، بدنا نعمل ادجستمنت للفاليو، تمام، بده يكون انه احنا بدنا ندخل في المعادله هنا الالفا، تمام. الالفا هي عباره عن قيمه زي ما ذكرنا انه بين الصفر والواحد، وعاده هي بتكون فراكشن، يا اما صفر واحد او حتى اقل من هيك، انه واحد من الف، تمام. فبالتالي هذه بتمثل، انا عندي يعني هنعرج عليها لاحقا، هي الليرنينج ريت بتمثل مقدار الابديت انا عندي في الفاليوز. مقدار الابديت هذا عشان هيك احنا بنسميه تيمبورال، لانه انا باخد يعني الفاليو الفاليو الجديده، تمام. هذه هي عبارة عن إنه أنا باخد الفاليو القديمة وبروح بعملها أبديت، إنه بلس الأبديت هذا، تمام. طيب أوكي، احنا لسه في عنا يعني اشكاليه. احنا مفهوم التعلم عنا انه انا بدي اعدل البوليسي، تمام. فبالتالي انا بدي اركز على البوليسي، ما دام بدي اركز على البوليسي بدل ما اركز على الفاليو ستيت، لانه انا عندي انه تيمبورال فاليو او تيمبورال ديفرنس فاليو ليرنينج هي بتركز على على الابديت للفي، صحيح. اي نعم، هي بتعمل بوليسي ايفالويشن، لكن البوليسي فيكست، احنا بدنا ابديت للبوليسي. فعشان هيك انه البوليسي المعادله تبعتها انه انا بدي اخذ سلسله الاكشنز اللي يعني بتخلي الكيو فاليو اعلى ما يمكن، او تديني الماكس تبع الكيو فاليو، تمام. فعشان هيك انه هنا في reinforcement learning أنا بدي أركز على الكيو، عشان هيك حيظهر في يعني في السلايد اللاحقة مفهوم الكيو learning، أوكي، تمام. فبالتالي الكيو الفاليو تبعت الكيو هي عبارة عن إنه حاصل summation للstate الجديدة بالترانزيشن موديل، تمام. الترانزيشن موديل إنه أنا كنت في state أخذت الأكشن A، صرت في الstate S prime، مضروبة في الريورد زائد الجاما. الجاما هي الديسكاونتينج بالإضافة للفاليو تبعت الستيت هذه، أوكي، تمام. فبالتالي هنا بدي أتعلم الكيو فاليوز مش الفاليوز، عشان إنه أنا بدي إنه فعلا أعمل reinforcement learning، تمام. وهنا بدي أخلي الأكشن سيليكشن موديل فري، إضافة لذلك إنه مش بده يكون انه يختار الماكس، انه انا بدي اختار الاكشن اللي بيعمل لي الماكس للكيو فاليو، اوكي. الكيو فاليو ايتريشن احنا مر علينا قبل هيك، البوليسي ايتريشن والفاليو ايتريشن مر علي، يعني هنا اول مره يمر علينا الفاليو ايتريشن. الفاليو ايتريشن انه هنا بركز على الكيو فاليو ايتريشن، عفوا، في الكيو فاليو ايتريشن بركز على انه الفايند سكسيسيف ديبث ليميتد فاليو، تمام. ببدا بالفاليو بزيرو انه بتكون لستيت معينه بصفرها، بروح بحسب لغايه الكي زائد واحد الديبث هذا، تمام، لستيت هذه باستخدام هذه المعادله. لكن احنا بدنا الكيو، هذه المعادله للفي، لكن احنا بدنا الكيو. فبالتالي انه معادله الكيو، الكيو بلس 1 هي عباره عن هذه المعادله، الترانزيشن موديل مضروبه يعني في الريورد بلس الارج ماكس،
يعني الماكس، يعني الاكشن اللي بيجيب لي الماكس كيو فاليو في الستيت الجديده، والاكشن الاي برايم اللي هو الاكشن الجديد اللي انا بدي اعمله. طيب فبالتالي انه في الكيو ليرنينج انه انا بدي اركز على قديش مقدار الابديت في الكيو نيكست اللي هو الكيو بلس 1، وزي ما حكينا انه هنا بدي اعمل iteration وضلني انه انا اعمل update او حساب لل next queue لغايه لما انه يصير في عندي converge. تمام. طيب هنا learn the queue as you go. ايش معناها as you go؟ معناها انه active learning. تمام، بروح باخذ سامبل، بروح بعمل الـ old estimate للـ Q، وبروح بعمل الـ new sample estimate بناء على هذه المعادلة. تمام، وبظلني بستمر لغاية لما يصير في عندي convergence. اوكي. طيب الآن لاحظوا إنه هنا يعني بياخد عماله بجرب ياخد actions معينة. تمام، والactions هذه لما يعمل optimize للكيو value بيصير في عنده تحسن، بيحدد إيش هي الactions اللي ممكن إنه يصير في عليها reward أكتر. فبالتالي هذه الجريد هنا هي عبارة عن السبيكترم تبع الكيو فاليو. فبالتالي في النهاية هنا راح وصل لللوب اللي أو حركة اللفة اللي فعلا بتدي له الماكسيموم ريورد بهذا الشكل. فبالتالي من البداية لما كان يجرب شغلات عشوائية، تمام، زي ما انتم شايفين انه هنا بتحرك حركة عشوائية لغاية لما هنا في النهاية حدد انه هذه الحركة الالتفافية للذراع بهذا الشكل هي اللي بتحقق انه الموفمنت انه يكون بالاتجاه هذا باسرع ما يمكن. فبالتالي هنا في هذا الديمو انه هو بتعلم الكيو فاليو. طيب The Q learning will act according to the current optimal, تمام، and also explore. الاكسبلوريشن بدنا نتوسع فيه أكثر. تمام، شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام إنه فعليا إنه أنا في الactive learning، إنه هنا أنا active learning إنه أنا موجود هنا، مش عارف هذا الأكشن شو النتيجة تبعته، شو الضرر تبعه، أنا مش عارف إنه هنا هذه الستيت شو النتيجة تبعتها أو شو الريورد تبعتها. فبالتالي بدي أعمل إكسبلور. تمام، هو بيشتغل نفس نظام الفاليو إتريشن. تمام، بدي أنا أعمل الأوبتيمال بوليسي. أنا ما بعرف إيش هو الترانزيشن موديل، ما بعرف الريورد، زي ما ذكرت إنه أنا مش عارف إذا أنا انتقلت للستيت هذه شو الريورد تبعتها أو شو الحالة تبعتها. تمام، وبدي أختار الأكشنز اللي يعني أنه act according the current optimal يعني action، وفي نفس الوقت أنه أنا بدي أعمل explore. طيب هنا بدي أتوقف عند مفهوم الـ trade-off بين الـ exploration مع الـ exploitation. هذا المفهوم شو بيعني؟ أنا موجود في بيئة، تمام؟ البيئة هذه أنا بالنسبة لي جديدة، مش عارف فيها ولا إشي،
ففي بدي البداية أستخدم بالضبط بدي في البداية بدي أفعل الإكسبلوريشن، أستكشف إيش هي الستيتس اللي موجودة عندي، إيش هي الأكشنز اللي يعني شو العواقب تبعت الأكشنز هذه اللي أنا بسويها، شو الستيتس هذه، تمام. وبعد ما أتعلم شوية بوقف الإكسبلوريشن، تمام، بروح بعمل إكسبلويت، بستغل اللي أنا تعلمته بحيث إنه أنا أحرز تقدم. هذا الكلام ما بيصير اوف لاين. شو معنات ما بيصير اوف لاين؟ يعني تخيل حالك انه انت انحطيت في متاهه وانت مش عارف فيها ولا اشي، تمام. إيه شو بدك تسوي؟ بدك تجرب تستكشف في الاول، تمام. بعد ما تستكشف انه اوكي هذا يعني الطريق استكشفته، انا مش هروح عليه هذا الطريق، انه اوكي يعني في ضوء اكثر ممكن انا اروح عليه، فممكن تستغل المعرفه اللي صارت موجوده عندك، وبحيث انه انت تحرز تقدم وتطلع من المتاهة هذه، تمام؟ يبقى هنا بدنا ندخل مفهوم جديد في الكيو ليرنينج، هو مفهوم الاكسبلوريشن، انه انا بدي اتصرف يعني حسب الاوبتيمال بوليسي اللي موجودة حاليا، بس في نفس الوقت انه بده يكون في عندي فرصة للاكسبلور، تمام؟ واضحة يا جماعة؟ واضح؟ واضحة. تمام. تمام دكتور. طيب طبعا الكيو ليرنينج الخصائص تبعته انه بيعطي نتائج ممتازه، ودائما بيعمل كونفيرج للاوبتيمال بوليسي، حتى لو كان الاكت اللي انا بسويه سب اوبتيمال، مش الاوبتيمال، سب اوبتيمال يعني اقل من الاوبتيمال شويه، تمام. طبعا هذا احنا بنسميه الاوف بوليسي ليرنينج. طبعا في بعض التحفظات على 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 هذا الاسلوب، انه انا بدي يكون في عندي هنا اكسبلور انف، يو هاف تو اكسبلور انف، لازم يكون في عندي انف اكسبلوريشن عشان انه انا فعلا يصير في عندي ابديت للبوليسي او احصل على الاوبتيمال بوليسي، تمام. وفي عندي شغله ثانيه كمان، انه مع الوقت لازم انه اخلي الليرنينج ريت اللي هو الالفا small enough. ليش؟ لأنه إحنا حكينا إنه أنا في عندي، خلينا نرجع لمعادلة من معادلات الكيو، هذه المعادلة مثلاً على سبيل المثال الألفا هذه، إحنا حكينا إنه هي fraction. هل جيت إنه كل ما كان الرقم هذا أكبر كل ما كان الترم هذا أكثر، وكل ما كانت إنه الفاليو الجديدة انه صار في انا عندي قفزات اكثر في الفاليو، تمام. مرات انه يعني خلينا نرجع للمثال هذا عشان انه انت تستوعبوا ايش معنات انه يكون في عندي قفزه اكثر لهذه الديمو. اوكي طيب، هنا اذا بتلاحظوا انه انا لما يكون في عندي هنا الليرنينج ريت عالي، الالفا عاليه، معنى ذلك انه الكيو فاليو الجديده راح تكون اعلى، فبالتالي انه ممكن تكون انه حركه الجوينت هذا، يعني خليني اعمل توقف هنا، حركه الجوينت هذا ممكن انه يصير فيها انه بناء على الابديتد كيو فاليو انه تكون انه اكبر من هيك، بس انه اللي بدي اوصله انه ممكن انه تكون انه حركه بسيطه في الجوينت ارم هذه بتؤدي ل ل لريورد اعلى، بدل ما انه يكون في عندي قفزه كثير كبيره. متخيلين معايا الوضع كيف؟ يعني زي كانه تخيل انا عندي طفل صغير اعماله بتعلم انه هو كيف يمشي، وهو بحاول انه هو يشد عضلات رجليه ويرخي عضلات رجليه، تمام. فالان الـ 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 في البدايه لما انه هو يبدا انه بيبدا يرخي عضلات رجليه كثير، فمعنى ذلك انه مقدار شد العضلات ضئيل جدا، معنى ذلك انه الالفا يعني مقدارها ضئيل جدا، لو علينا فبصير انه هو بشد العضلات بشكل كثير كبير،
تمام، فبالتالي ممكن يعمل خطوات، يعني خطوات كبيرة، يعني بدل ما انه هو يخطو خطوات صغيرة، انه ممكن انه هو يفشخ يعمل يعني يفحش أكثر، فبالتالي انه بيسبب مشاكل لإله في التوازن. فبالتالي ممكن انه احنا نبدأ بألفة بمقدار معين، بس لازم هذا المقدار انه احنا نقلله في النهاية عشان الادجستمنت يزبط اكتر. وضحت هاي الشغلة ولا لا؟ يعني اعتبر حالك انه انت بتعمل قاعد انه انت بتزبط محطة في الراديو، تمام، واعتبر انه الالفا هي مقدار الدق، يعني الطقة اللي انت بتعملها للتردد اللي انت بتسويه. مرات انت في النهاية انه انت لما تروح على محطة معينة، اي نعم انت بتعمل يعني لفات قوية جدا بالراديو عشان انت تصل للتردد اللي انت بدك اياه، بس لما تصل للمنطقة بالضبط بتصير انت تعاير وتعمل تيونينج وتعمل ادجستمنت بحركات ضئيلة جدا عشان انت تجيب التردد بالضبط. وهذا هو النقطة هذه، انه انا بدي ابدا الليرنينج ريت، ولكن في النهاية انا لازم اعمله سمول انف عشان انه انا اصل للاوبتيمال. اوكي طيب، اوكي خليني افتح الجزء الثاني من المحاضرات. طيب في الجزء الثاني من المحاضرة في reinforcement learning، هنا بنحاول يعني خلينا نبدأ يعني نعمل ريفرش بشكل سريع جدا. احنا حكينا انه احنا العالم عندنا التمثيل تبعه من خلال MDB Markov Decision Process. ايش الـ MDB؟ من ايش متكون؟ مجموعة من الستيتس اس سمول بتنتمي للاس كابيتال. الاس كابيتال هي الست اللي بتحتوي كل الستيتس اللي عندي، ونفس الشيء بالنسبه للاكشن. انا عندي مجموعه من الاكشنز انه اي تنتمي للاي كابيتال، الاي هي عباره عن ست اوف اكشنز، وفي انا عندي ترانزيشن موديل تي انه انا كنت في ستيت معينه وعملت اكشن معينه صرت في ستيت جديده اللي هي الاس برايم، وفي عندي الريورد فانكشن ار انه انا في ستيت معينة أخذت أكشن معين، تمام، صرت في ستيت جديدة شو الريورد تبعتها، تمام. فبالتالي هنا إنه إحنا بندور على البوليسي، أوكي تمام. هنا في الـ reinforcement learning إنه إحنا بدنا نوجد إيش هي الـ optimal policy. طبعا هنا إحنا في الـ environment يفترض إنه أنا بعرفش إيش الـ transition model ولا إيش الـ reward. لازم اخذ اكشن عشان انه اقدر اعرف يعني شو هي الريورد تبعت الستيت الجديده هذه. طبعا البيزك ايديا في reinforcement learning انه انا بدي اعمل كومبيوت للافريج اوفر تي باستخدام سامبل اوتكم. بدي اخذ سامبل، السامبل هذا هي هو بدي اعتبره الاكسبلوريشن تبعي. بدنا نرجع برضه هنا مرة تانية لمفهوم الاكسبلوريشن. بدي اعتبره هو مفهوم الاكسبلوريشن، بدي اخذ منه خبرة، تمام، وبعد هيك ببدأ اعمل اكسبلويت للمعرفة اللي انا عرفتها في تحسين البوليسي تبعتي. حكينا برضه المحاضرة الماضية انه الماركوف ديسيجن بروسيس هو اوفلاين سوليوشن، تمام، واثنين بتشابهوا بشكل كتير اللي هو الماركوف ديسيجن بروسيس والرينفورسمنت، بس
الماركوف ديسيجن بروسيس احنا اعتبرناه انه هو اوف لاين، اما هنا ممكن يكون يا اما باسيف ليرنينج او اكتيف ليرنينج. تمام. و شفنا انه الاهداف تبعتهم متشابهه، انه انا بدي اعمل كومبيوت للفي ستار الاوبتيمال وكيو ستار الاوبتيمال والباي ستار الاوبتيمال لهدول الاثنين اللي هو الماركوف ديسيجن بروسيس، انه مطلوب انه انا احسب انه هاد الاوبتيمال فاليو لهدول. تمام. وبعمل ايفالويت بناء على الفيكست بوليسي. والتكنيك انه انا جربنا طريقتين، يا اما الفاليو ايتريشن او البوليسي ايتريشن. تمام. اما الايفالويشن للفيكس بوليسي احنا حكينا انه بنطبق البوليسي ايتريشن. طيب الان الماركوف ديسيجن بروسيس هذا كيف نحوله لرينفورسمنت ليرنينج؟ انه ممكن يكون انه موديل بيست او موديل فري، والجول هو نفسه، نفس الاشي بالضبط، نفس الجول اللي موجود هنا. تمام. بس هنا التكنيك بيختلف. تمام. توقفنا المحاضرة الماضية انه احنا شفنا عدة اساليب هنا، وفي النهاية وصلنا انه الكيو ليرنينج هو افضل اسلوب انا عندي، لانه انا بدي اركز على البوليسي. تمام. طيب وهذا الكلام برضو حكينا المحاضرة الماضية، انه احنا كيف نعمل استيميت للبروبابيليتي. انا في عندي طريقتين في الموديل بيست والموديل فري، هذا هو الفرق الوحيد بيناتهم. وحنا حكينا انه في النهاية لو انت اطلعت عليهم هم تقريبا نفس الشيء. تمام. حكينا مفهوم السامبل. تمام. يعني بنرجع نستذكر برضو هذه الشغلة، يعني هو موضوع الاستذكار هذه الشغلات انا في وجهة نظري انه مهم جدا. ليش؟ لانه فعليا احنا في عندنا مفاهيم كثيرة، فبنحاول انه المفاهيم هذه المبعثرة اللي احنا تعلمناها بشكل مبعثر انه احنا نلمها مع بعض. ف كيف بدنا نعمل sample based policy evaluation؟ كيف بدنا نعمل evaluation للبوليسي من انا على السامبل موجودة عندي؟ احنا حكينا انه انا بدي اخذ مجموعة من السامبل. تمام. وبروح بحسب الفي فال الفي بحسب الفاليو تبعت الفي بناء على السامبل هاي. حكينا انه التيمبورال ديفرنس ايش المفهوم تبعه؟ انه انا في عندي بدي 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 اعمل تيمبورال ديفرنس، انه انا عندي ستيت معينه واكشن معينه، وستيت معينه اخذت اكشن فحصلت على ريورد. تمام. الان الستيت الجديده اخذت فيها اكشن جديده وحصلت على ريورد جديده بسميها ار برايم. فبالتالي هنا كل مره انا بدي احسب الديفرنس بين كل مجموعه هذول مع بعض وهذول مع بعض، فبدي احسب التيمبورال ديفرنس بيناتهم بناء على الوقت. يعني انه كل مره كل ايبيسويد انا ايش بتصير معايا، زي الايبيسويد اللي احنا شفناها في الدايركت ايفالويشن. اوكي. كذلك حكينا في البوليسي ايتريشن انه بدنا نحسب الفي، بس هنا بدنا نعمل فيكس لا 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 لا, لا. بدنا نحسب بدنا نعمل فيكس للباي للبوليسي عشان نعمل بوليسي ايفالويشن. تمام. وحكينا انه الفاليو ايتريشن هذه انه مش حتفيدنا كتير. تمام. ممكن انه انا استخدم هذه في reinforcement learning، لكن هذه انا مش ممكن استخدمها لانه شو الفائده انه انا بدي اركز على الفي؟ لا، انا بدي اعمل ابديت للبوليسي. تمام. بدي اركز بدي اشوف طريقه اعمل ابديت للبوليسي. وشفنا انه الكيو فاليو هي برضو كمان ممكن تنفع على reinforcement learning. فبالتالي التكنيكس او الطرق اللي ممكن احنا نستخدمها في الرينفورسمنت ليرنينج هي البوليسي ايفالويشن بالاضافه للكيو ليرنينج. هذه ما بينفع انه احنا نستخدمها
في reinforcement learning. اوكي طيب، مفهوم الـ Q learning شفنا المعادلة تبعته، انه الـ Q next state معينة في action معينة، هو عبارة عن الـ summation للـ transition model، للناتج تبع الـ transition model، تمام، الـ reward، الـ discount، وبدي أعمل أختار الـ max action اللي بيعمل لي بيعطيني الـ max value للـ 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 Q، تمام. فبالتالي هذا learn as you go، زي ما شفنا انه active learning بهاي الطريقة، تمام، بناء على السامبل بروح بحسب الـ Q next بناء على هذه المعادلة، واتفقنا انه هذه بدنا نختار القيمة تبعتها تكون ضئيلة وبدنا نصغرها في الآخر. شفنا ايش هي الخصائص already، تمام، قبل شوية. الآن بدنا نشوف الـ exploration و الـ exploitation، وبدي اياكم تصحصحوا معايا شوية، الدنيا رمضان، انت عادة يعني في عندك وجبة معينة بتاكل في مطعم عشان انت في الشغل، اوكي، وانت خلص مركز في الشغل وبدك تسد جوعك، فانت في عندك خيارين، يعني انه انت تاخذ اليوجوال بليس وتاكل الاكل اللي انت متعود عليه واللي انت عارفه، ولا في عندك مطعم جديد هيو فتح، تمام، جراند اوبننج، وفي اوبشنز انت مش عارفها، فشو بتختار؟ اليوجوال اكيد اليوجوال، بدك تريح راسك، بس في هذه الحالة انت ممكن تفوت شغلات، لا بروح الجديد، بس الجديد هذا احنا مش عارفينه، يعني انا برد عليك وبرد عليها، انا برد عليك بقول لك اوكي انت بتاخد الجديد هذا خيار كويس، بس انت ممكن تفوت شغلات ممتازة انت مش عارفها لسه، ما يعني ما اختبرتهاش، يعني قد تكون سيئة. انت حكيتي انه انت بدك تروحي على الجديد، بس الجديد احنا ما بنعرفوش، يعني ممكن يكون الاكل اللي بيعملوه بسبب تسمم، بنوصل نص نص يا دكتور، خلاص عشان نجرب الجديد وناخذ، عشان ما عجبناش ناكل شيء نشبع منه نعرفه، الا التسمم بروحش على ولا واحد. وهذه هي الفكرة في الإكسبلوريشن، فبالتالي الإكسبلوريشن مهم جدا، يعني أنت ما بقدر أنه أنا أغفل أنه أنا في عندي هنا أوبشن لازم أعرف إيش هو، بعد هيك أوكي يا بشطب عليه يا بقول أنه أوكي ما عمله إكسبلويت، هاي الفكرة في الإكسبلوريشن versus إكسبلويتيشن. فبالتالي أنت بعد ما تجرب هذا، يعني بعدتنا بالعادة إحنا كبشر، يعني إذا إحنا زي ما انت حكيت حوى الظرف انه احنا مضطرين ومشغولين ومش حابين نجر، يعني ياخذ الموضوع منا وقت كثير، بالعاده بنروح على الشيء اللي احنا متعودين عليه عشان اللي هي المغامره في الموضوع، يعني انا بديش اغامر واجيب إشي ما بعرفه وكمان ما معي وقت اجرب ويمكن يطلع مش منيح ومش ماشي. فاضي من هالكلام ماشي، بس انا ممكن اصل لمرحله، انا ماشي نفس التفكير هذا بالضبط، بس انا ممكن اصل لمرحله انا مليت، كل مرة نفس الأكل، كل مرة نفس المكان، بدي أغير، يعني ممكن تيجي رغبة داخلية في 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 إشي، في بدي أوبشن تاني، بدي يعني ممكن إنه الأوبشن التاني هذا بيديني ريورد أحسن، إنه لأنه يعني الريورد، خلينا نعتبر الريورد في هذه الحالة إنه أنا يعني صار في عندي حالة شبع وحالة يعني انبساط، في ناس كتير بتاكل عشان تنبسط، يعني أكيد الشغلة هذه كتير معروفة، وفي ناس كتير بتحب تطبخ لأنه هي يعني شغلة بالنسبة لها متعة، ف لا يعني exploration مع exploitation التنين سوا، بس دائما exploration ولا شوية؟ لا مش دائما يعني الاكسبلوريشن، يعني ممكن انه احنا من الوقت للتاني نستكشف ايش هي الخيارات الموجوده، ولكن انه احنا بدنا نعتمد على
ما تعلمنا اللي احنا يعني تعلمنا في الخيارات تبعتنا في الديسيجنز تبعتنا. تمام، بس هذه الشغلات موجودة في الحياة عندنا، الاكسبلوريشن والاكسبلويتيشن. طيب كيف بدنا نعمل اكسبلور؟ يعني احنا في المطعم هنا بس مجرد انه انت بس يعني بتروح على بهذا الاتجاه وبتفتح الباب وبتشوف المنيو، هذا موضوع سهل. لكن هنا الايجنت كيف بدنا نخليه يعمل اكسبلور؟ في انا عندي عدة انظمة للاكسبلوريشن. ايش ممكن يكون؟ انه ابسطها انه انا بروح بعمل راندوم اكشن، والراندوم اكشن هذه بدي احط لها باراميتر اسمها ايبسيلون. الابسيلون هذه ممكن تكون انه جريدي، يعني انه يجرب شغلات راندوم كتير، او ممكن اقلل الراندوم نستبعدها، هذا خيار انا بتحكم فيه. تمام، يعني every time step flip a coin. تخيل حالك انت واقف على المطعم هذا، بتروح بتطلع كوين، تروح ترميها زي هيك. اذا طلعت كتابة واروح على الشمال، اذا طلعت صوره واروح على اليمين، هذا راندومنس. تمام تمام طيب زي ما حكينا انه كل ما كانت انه ال 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 يعني كل ما كانت انه السمول بروبابيليتي للابسيلون، فبالتالي بتصرف راندوملي. أما إذا كانت large probability، تمام، أو الإبسيلون هاي، فبالتالي إنه أنا بتصرف وفقا للبوليسي. ليش؟ لأنه أنا عندي هنا إبسيلون وواحد ماينس إبسيلون بهذا الشكل. تمام، فبالتالي إنه حسب السكيم اللي أنا يعني إنه أنا ماشي عليه إبسيلون أو واحد ماينس إبسيلون. تمام، يعني بمعنى آخر الإبسيلون هذه لو أنا اعتمدتها هي في الحد، أنا عندي مش واحد ماينس إبسيلون، أنا عندي في الراندوم أكشنز اللي أنا بدي أختارها. ما إذا كانت صغيرة بروح بتصرف بعشوائية، إذا كانت كبيرة بروح بتصرف حسب البوليسي، والعكس صحيح هنا. إذا كانت إنه الحد تبعي إنه أنا عندي هاي الإكويشن، تمام، بيعتمد الحد إنه أنا هنا بحط إبسيلون ولا إنه نفس الإكويشن إنه واحد ماينس إبسيلون. اوكي، اذا كانت واحد ماينس ابسيلون معنى ذلك انه اذا كانت كبيره معناها ذلك انه انا بتصرف حسب البوليسي، واذا كانت صغيره بتصرف يعني راندوملي. هي شيئين يعني لنفس يعني عملان لوجه وجهان لعمله واحده. اوكي، طيب ممكن انه يكون في عندنا هنا مشكله في الراندوم اكشن، انه يعني ممكن انه انا اضلني اجرب شغلات كثيره عشوائيه، وفي نفس الوقت انه انا يعني بلف حوالين التعلم نفسه، يعني بتعلمش، يعني نسيت الهدف تبعي. فالحل لهذه الشغلة إنه مع الوقت ممكن نصغر قيمة الإبسيلون، فبالتالي إذا صغرناها معنى ذلك إنه إحنا هنتصرف وفقا للبوليسي مش وفقا للعشوائية. تمام، أو حل تاني إنه إحنا يكون في عنا exploration functions إنه نستخدمها كدال، يعني نعمل دالة ونصمم دالة لهذه الشغلة. طيب خلينا نشوف تأثير الراندومنس. أنا عندي هنا بهذا الديمو زي ما أنتوا شايفين هاي الإبسيلون، الإبس أنا عندي هنا 0.8، زي ما أنتوا شايفين قاعد بتصرف يعني بشكل عشوائي، بجرب شغلات كثيرة بشكل عشوائي، أكشنز عشوائية. تمام، فما فيش تقدم. أي نعم هو بيجرب، ما فيش تقدم. عملنا تقديم ل 3000 ستيب او 30000 ستيب، ونفس الشيء
لكن بينما هنا خليني أقدم هنا شوية كمان، لما بدينا إنه إحنا ننقص صار في تقدم، إنه أنا صرت أشتغل ضمن البوليسي، فبالتالي الإكسبلوريشن بيكون مفيد في مرحلة معينة، لكن إذا ظل الإكسبلوريشن أنا عندي طوال الوقت لا ما يعني مش كتير إنه هو مفيد إنه أنا أسوي، لأنه أنا خلاص حصير أركز على الإكسبلوريشن وحنسى إنه أنا بدي أحل المشكلة تبعتي، فبالتالي لا بدي أركز على بدي أعمل تريد أوف بين الإكسبلوريشن والإكسبلويتيشن. طيب متى نعمل إكسبلور؟ ممكن نعمل إكسبلور بمقدار محدد فقط وبعد هيك خلص بنتوقف، أو الخيار الثاني الخيار الأفضل إنه explore areas whose badness is not yet established. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنا ممكن أستكشف المناطق اللي السوق تبعها لسه معرفتوش، تمام؟ يعني نرجع لخيار المطعم هذا، يعني اوكي انا في عندي اكسبلوريشن بدي اروح المطعم هذا، اوكي طلبت في المنيو شغله معينه والشغله هذه عجبتني، تمام اوكي قلت انه المطعم هذا شغله كويسه، بينما انه في انتري تاني في المنيو سيء للغايه وبعملوه بشكل سيء وبدي لك انطباع انه كل الشغل اللي هم بيسووه في المطعم هذا انه سيء بالمره، بس انا لسه ما اكتشفت الاوبشن هذا، يعني برضو مره ثانيه انه انا في ستيت معينه، يعني انا في عندي اكشنز كثيره، مش كل الاكشنز بتؤدي لنفس الريورد او لنفس الستيت فاليو انا عندي، والعكس صحيح بالنسبة للأكشنز، أنا في عندي مجموعة من الأكشنز، مش دائما الأكشن هذا إنه أنا أطلع فوق مثلا إنه هذا بجيب ريورد، على حسب الستيت، وهذا اللي أنا بقصده هنا، إنه أنا يعني أوكي استكشفت هذا المطعم بس في أوبشن فيه أنا ما استكشفتوش مع إنه الأوبشن هذا سيء، فبالتالي هذا السوق أنا لسه ما شفتوش، فأوكي ممكن أستكشفه مرة تانية، قد يكون إنه فعلا إنه التو منيو انتريز هدول ما فيهم مشاكل وكويسة، وقد يكون إنه واحد أوكي وواحد لا مثلا على سبيل المثال، فهي معناة الكلام هذا إنه إنه explore the areas whose badness is not yet established، ولكن في النهاية في كل الأحوال لازم أعمل توقف للإكسبلوريشن، لأن شفنا مشكلة الإكسبلوريشن إيش العشوائية اللي بتصير فيها في هذا الروبوت اللي بيحاول انه هو يزحف، تمام؟ طيب الاكسبلوريشن فانكشن هذه ممكن نعملها شغلة اسمها visit count، يعني انا مثلا على سبيل المثال عملت الاكسبلور لان من المرات، خلص بعد من ان من المرات هذه بوقف اكسبلوريشن، تمام؟ والفانكشن هذه بترجع لحاجة اسمها الاوبتيمستيك يوتيليتي، انه قديش مقدار التفاؤل انه في الشغلات اللي انا بعملها exploration، تمام؟ فبالتالي هنا ايش هذا الريجولر كيو ابديت، هنا الموديفايد كيو ابديت انه ايش استبدلنا هنا، بدل ما كان انا في عندي الكيو ستيت بس صار في عندي هنا الاف هاي اللي هو الاكسبلوريشن فانكشن بهذا الشكل، بتاخد تو باراميتر اللي هو الاس والاس برايم والاي برايم، الاس برايم هيها والاي برايم هيها، انه هذه كباراميتر، تمام؟ مررناها على هذه الداله، عفوا لا مش هيك، انه هذه كلها هي هذه كبراميتر، ومررنا لها براميتر تاني اللي هو الان اللي احنا اتفقنا عليه هذا اللي هو الكاونت، تمام؟ فبالتالي صار استبدال بدل هذا التيرم صار براميتر انا عندي في دالة الاف،
أوكي طيب نشوف ديمو هذه. هنا لاحظوا انه الاكسبلوريشن حطيته انه مقدار ضئيل جدا، اي نعم في عنده تجريب، ولكن التجريب هذا يعني بيؤدي انه ماشي في الاتجاه الصحيح، يعني لسه اهون من كان انه هذه مقدارها كانت 0.8، حركه بطيئه جدا جدا. هو صح لسه بعمل اكسبلوريشن، ولكن جرب شغلات أقل عشوائية من لما تكون إنه العشوائية أنا عندي 0.8، لغاية لما يصير في عندي تحسن في النهاية. فبالتالي واضح جدا تأثير الإبسلون هذا، إنه واضح يعني واضح جدا إنه أنا أختاره مقدار ضئيل جدا، إنه بكون إنه ممتاز. أوكي طيب نرجع هنا لمفهوم الريجريت، الندم، وهذا مصطلح جديد. وزي ما احنا عندنا في الحياة في عندنا ندم، اكيد كلنا بنتعلم من الاخطاء تبعتنا. احنا ما وصلنا للمرحلة هذه الا انه انا كان احنا كان في عندنا اخطاء، والاخطاء هذه تعلمنا منها. اوكي طيب انا جربت المطعم الجديد، ممكن اصل لمرحلة احكي انا والله اندمت انه انا جربت هذا الخيار او استكشفت هذا الخيار او رحت على المطعم الجديد. خلص كان ضلتني على المطعم اللي انا عارفه وخلص، صح؟ تمام. فبالتالي حتى لو انا بتعلم بشكل اوبتيمال او بتعلم الاوبتيمال بوليسي، بيضل انه انا بسوي اخطاء، تمام، دائما في الطريق، وهذا الشيء طبيعي جدا. يعني كل learning فيه أخطاء، تمام. الريجريت زي ما حكينا أنه هو مصطلح وهو موجود يعني فعلا في reinforcement learning، هو عبارة عن major للtotal mistake cost، بعد الأخطاء تبعتي وبعد يعني قديش التكلفة تبعتها. إيش هو الكوست هذا mistake cost؟ هو عبارة عن الفرق بين expected reward مع الاوبتيمال اكسبكتد ريورد. كله اكسبكتد، بس هنا انه الاكسبكتيشن تبعتي تمام وهذه الاوبتيمال. اوكي طبعا هنا المينيمايزنج للريجريت كوست هذا يعني بيوند ليرنينج تو بي اوبتيمال، معنى ذلك انه ليرنينج اوبتيمالي ليرنينج تو بي اوبتيمال يعني فاهمين المصطلح انه يعني زي مفهوم تعلم كيف تتعلم. طب انا لسه ما تعلمتش لسه، بس طب ما انا هعلمك كيف انه انت تتعلم، يعني هي برضو نفس الفكرة. فهنا learn how to learn يعني هذا هو الكونسبت. ف optimally learn to be optimal هذه شغلة إنه يعني تتطلب يعني هذا بتطلب إنه عشان إنه نقلص الريجريت أو الكوست تبعت الأخطاء تبعتي. طيب نشوف الكومبينيشن يعني كمثال. يعني لو كان في عندي random exploration والexploration function إنه optimal، ولكن random exploration ممكن إنه يكون higher regret rate. يعني الراندوم اكسبلوريشن والراندوم فانكشن هذول الاثنين ممكن انه ينتهوا بحيث انهم يكونوا اوبتيمال.
لكن الراندوم اكسبلوريشن ممكن يكون فيه له ريجريت ريت عالي. اوكي طيب خلينا نشوف كيف نعمل ابروكسيميشن للكيو ليرنينج وخلينا نطبق هذا الكلام على الباكمان. طيب الان بدنا نعمل جنراليزيشن للستيتس تبعتي. طبعا الجنراليزيشن هذا ضروري جدا جدا. ليش؟ لانه انا ما بقدر انه اعمل every single state انه انا اتعلم عليها، لانه انا في عندي too many states عشان انه انا ازورهم واتعلم منهم. بالاضافة للvalues او الـ queue table راح يكون انا عندي في الميموري هيوج. تخيلوا انا عندي بس للباكمان او للجريد هذه اللي احنا شفناها البسيطة اللي احنا كنا يعني نستعرضها كامثلة، انه حيكون في عندي شغلة زي هيك التابل هذا، او للباكمان حتكون هيوج تابل زي هيك. فبدنا جنراليزيشن بحيث انه نقدر انه يعني نديه فرصة انه هو فعلا يتعلم، ونقدر فعلا انه نطبق الالغوريثم هذا المتعلق بالكيو ليرنينج في عشان يعمل reinforcement learning. فالجنراليزيشن هنا بروح بتعلم small number of training states عشان اكتسب فيهم خبرة، وبروح بعمل generalize لهذه الاكسبيرينس للستيتس الجديدة والحالات المشابهة. تمام، هذا هو الفاندمنتال ايديا تبعت الماشين ليرنينج. هذا الكونسبت مش موجود هنا بس، موجود في تكنيكس كتيرة في الماشين ليرنينج، في السوبرفايزد ماشين ليرنينج، في الانسوبرفايزد ماشين ليرنينج، في السمي سوبرفايزد. فهو هذا الكونسبت تبع الماشين ليرنينج. فبالتالي مفهوم الجنراليزيشن انه انا اتعلم من اكزامبلز بسيطة واحاول انه انا ابني اعملها جنراليزيشن واطبقها على حالات جديدة مشابهة، وهذا هو الفاندمنتال تبعت الماشين ليرنينج. طيب اوكي، كيف بتشوفوا هذه الستيت، باد ولا جود؟ يعني انا وضعي هنا محاصر، باد باد. وهنا برضو نفس الشيء باد، برضو نفس الشيء. نفس انت حكيت نفس الشيء، الله ينور عليك. يعني لازم يكون في عنا القدرة على الجنراليزيشن، انه والله لو كنت انا زي هيك البوزيشن تبعي، حتى لو كنت انا في كورنر تاني، انه برضو احكم عليها انه هي نفس الستيت. مش انه والله يجي يطلع عليها انه هذه ستيت جديدة وبدي يحسب لها كيو فاليو وبدي يحسب لها كذا، لا، انه لازم انه هي انت قلت نفس الشيء فعلا البديهة عند الانسان قال نفس الشيء بالضبط. يعني يا شغلة كتير. طب هيك نفس الشيء، نفس الشيء، بس شو اللي اختلف؟ مواقع. مواقع ايش؟ هيو نفس الموقع الاول، هذا نفس هذا، بس شو الاختلاف؟ الشبح بعد شوي اللونه ازرق، في شبح لونه ازرق انا شايف. نفس الموقع وين شديدي الملاحظة؟ في دوت بيضة على ايدك اليمين فوق رايحة تاني واحدة، هذا هو الاختلاف، هذا هو مفهوم الجنراليزيشن. مش معناته انه والله هنا الدوت هذه اللي راحت انه هذه جريد مختلفة وببدي بدي ابدا احسب لها من اول وجديد واحطها في الميموري، لا 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 لا, لا. هذا الكلام بدنا انه يكون في عندي جنراليزيشن، انه بغض النظر انه هذه الستيت بدي اعتبرها انه هذه ستيت مشابهة لهذه، فبالتالي ممكن اطبق عليها الشغلات اللي أنا تعلمتها. فهذا ما هو مفهوم الجنراليزيشن. فأنا تعلمت كيس معينة بدي أتعلم أنه أنا أطبقها على حالات مشابهة، وزي ما شفنا هنا أنه هاي أول حالة مشابهة وهي أول وهي تاني حالة مشابهة للحالة الأولى اللي احنا شفناها. تمام؟ طيب
خلينا نشوف الباك مان هذا كيف بده يتعلم. بدنا نحطه في جريد صغيرة زي ما انتم شايفين انه هاي زي هيك. و لسه يا دوب بتحرك على طول باخده بخسر هاي كل السكور كله بالماينس 502 502 506 السكور هذا فاز هذا 506 ماينس 503 الفكرة في الموضوع انه هنا انه في انا عندي يعني تجارب كتيرة تعلمناها على جريد زي هيك. طيب لو غيرنا الموضوع ايش عملنا؟ زي ما انتم شايفين هنا راح اعمل 2000 تريننج ايبيسويدز لسه ما لعبش، تمام؟ تريننج 2000 تريننج ايبيسويدز وبعديها بده يخليه يلعب. شايف انت عندك هاي السكورز 506 506 506 كله فايز، اما في السلايد السابقة كله كان يخسر. ليش؟ لانه تريننج. في السلايد السابقة ايش كان يسوي؟ كان يخسر ويتعلم في نفس الوقت، يخسر ويتعلم في نفس الوقت، هو ما كانش في عنده اي تريننج قبل هيك. لكن في 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 هذا السلايد انه لا، عملنا تريننج اول وبعديها بدا انه هو يلعب. طيب لو غيرنا الانفايرمنت شويه، هل نقدر نطبق عليه نفس الشغلات اللي احنا تعلمناها من الانفايرمنت السابقه؟ هنا 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 الانفايرمنت بس يعني اللهم انه شويه اكبر، شويه صغيره يعني، اما هي يعني مشابهه كثير. فالآن إنه أنا عندي environment جديدة، هل أنا بقدر أطبق عليها نفس الجنراليزيشن تبعي؟ فبالتالي هنا لاحظوا إنه بيخسر بالماينس مسكو، يضل يجرب لغاية لما يتعلم إنه يأكل الدوت هذي عشان يفوز ويسرد من الغوست. لاحظوا الراندوميزيشن هنا، شايفين الراندوميزيشن، هو اختار انه يضلوا هنا ثابت وهذا يضلوا يدور وينه لغاية لما نسكو. اوكي طيب، كيف ممكن انه احنا نديله انه والله هدول الستيتس هدول سيميلر؟ كيف ممكن نفهم الايجنت هذا الكلام؟ طبعا الايجنت مش زينا، مش ما عنده سرعة بديهة انه هو يجي يطلع اوكي هذه الحالة نفس الشيء، هذه احنا طولنا فيها شوي صح، بس انه وصلنا لها في الاخر. احنا بدنا representation. representation هذا بدي اسميه feature based representation للstates عشان يقدر الagent يقول انه والله هذه الstate مشابهة لستيت سابقة مرت علي، فبالتالي بروح بطبق عليها نفس البوليسي بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي الفيتشرز هذه ممكن إيش تكون؟ distance to closest ghost. هنا أنا اخترت closest ghost، ممكن إنه أنا أجيب distance لكل ghost لحال، ممكن أضيفها كفيتشر إنه تكون distance to ghost 0 distance to ghost 1 زي هيك. فهذه الشغلات انه مفتوحه للاجتهاد، انه انا ممكن انا احدد ايش هي الفيتشرز اللي انا ممكن استخدمها في تمثيل الستيت عشان انه انا اقول انه والله هذه الستيت بتشبه هاي الستيت ولا لا. ايش ممكن كمان؟ distance to the closest dot. هنا برضه بصير في انا عندي معلومات في الدوت، لانه بصير انه انا ما دام صار في انا عندي معلومه انه قديش انه انا بعيد عن الجوست وقديش انه انا أقرب وحدة قديش بتبعد عني، أو يفترض أقرب وحدة تكون هذه، تمام؟ فبالتالي إنه التصرف تبعي إنه بيكون أفضل، وبقدر إنه أنا أجيب حالات كتيرة بتشبه هاي الحالة، عدد الجوست اللي موجودة، تمام؟
وهنا انه واحد على الدست تو دوت تربيع، انه ديستريبيوشن تبع الدوت قديش عدد الدوت اللي موجود عندي. هنا is Pac-Man in a tunnel، هل هو موجود في نفق صفر او واحد؟ نفق انه هو عشان يعرف انه هو فيش عنده خيار، يا بكمل يعني فيش يعني طريق، فيش في اوبشنز كثيره او اكشنز كثيره ممكن يسويها، يا بضله ماشي يا بيرجع زي هيك، يا بضله ماشي بهذا الاتجاه يا بيرجع زي هيك. تمام. فبالتالي في عندي فيتشرز كثيره انا ممكن استخدمها عشان امثل هاي الستيت. طيب كيف بدنا ناخذ الفيتشرز هذه مع الستيت هذا الكيو ستيت تبعتي، انه كيف بدنا نمثلها؟ بنمثلها انه بدنا نحسب الفي الفاليو تبعت الفي، انه كل فيتشرز انا حطيته للستيت تبعتي انه فيتشر واحد، زي ما حكينا فيتشر واحد هو المسافه بين الباك مان والغوست، فيتشر اثنين هو المسافه لاقرب وايت دوت، وهكذا. كل فيتشر بنروح نديها ويت معينه، ممكن ندي ويت للمسافه للغوست اكثر من الويت للمسافه للوايت دوت. فبالتالي هذه الشغلات انه اوبجكتيف، بضلني انا اجرب ايش هي افضل فيتشرز وايش الويتس تبعتهم اللي 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 بتجيب لي يعني بتأدي لأفضل بوليسي. تمام. فبالتالي هذه الفاليو تبع هذه الفي فاليو. اما الكيو فاليو فبس مجرد انه هنا هذه ستيت، هنا ستيت مع اكشن، شايفين الفرق؟ تمام. بين الفي والكيو اس اي عمل الفاليو، الفاليو للستيت. فبالتالي هنا انه احنا بنطبق الفيتشرز هذه على الستيت مع اكشن معين، بنشوف ايش هي الناتج تبعها وكل واحدة بنديها ويت. تمام. طيب في الابروكسيميت كيو ليرنينج، الابروكسيميشن هي هذا هو مفهوم الابروكسيميشن. ابروكسيميشن تقريب. ايش معنى التقريب؟ انه الستيت الابروكسيميتلي بتشبه بعض انه بدنا نعملها جنراليزيشن، هذا هو مفهوم الابروكسيميت كيو ليرنينج زي ما شفنا العنوان في بدايه السلايد حول موضوع الابروكسيميت كيو ليرنينج، بس عشان انه تكونوا في السياق. يبقى هو الابروكسيميشن انه انا اعمل جنراليزيشن اكروس ذا ستيت. طيب دكتور إذا يسأل بس المحاضرة ضايل أنا أكمل سلايد وبخلص. ماشي ماشي دكتور استنى. أوكي. اوكي. الويتس هدول انا ممكن اخليهم، يعني هدول الويتس انا ممكن انه احنا برضو نتعلمهم نعملهم يعني تريننج، يعني بمعنى انه احنا ممكن نزود هذه شويه، لا نقلل هذه شويه. تمام. ممكن انه احنا ندخلها في التريننج او ممكن انا اخليهم ثابته. تمام. فبالتالي اذا 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 بدي ادخلهم في التريننج انه الدبليو اي بتساوي الدبليو اي زائد الالفا في الديفرنس الاف اي اللي هي عبارة عن الفيتشر أو الأبروكسيميت كيوز أنا عندي بهذا الشكل، بهذه الطريقة. نأخذ مثال، مثال إنه أنا عندي هنا الفيتشر تبعت الدوت وهذه الفيتشر تبعت الغوست، وهذه أنا عندي ستيت مع أكشن معين وهذا ستيت مع أكشن معين. هنا أنا بروح نورث وهنا برضو كذلك بروح نورث، أنا هي الفاليو طلعت عندي وهي الفاليو طلعت أنا عندي. فبالتالي الأكشن نورث هي الريورد تبعته بهذا الشكل. فبالتالي الاس
برايم انه هيو بهذا الشكل. تمام، يبقى انا عندي هاي الستيت اس وهي الاس برايم بناء على المعطيات هذه بناء على المثال. تمام، فبالتالي هاي الديفرنس ماينس 501 بين القديم والجديد. تمام، فبالتالي بروح بعمل ابديت للويتس الجديده بهذا الشكل بناء على المعادله اللي شفناها في السلايد السابقه. تمام، تدخل في عمليه الليرنينج. طيب ايش الويتس، يعني كيف بدنا نقيم الويتس؟ بدنا نقيم الويتس بالطريقه هذه، انه بدنا نحسب الليست سكوير ايرور، انه بدنا نعملها ايفالويشن باستخدام الليست سكويرد ايرور. وانا بتصور انه هذا الايفالويشن مر عليكم في يعني هو احنا حنعرج عليه بالتفصيل اكثر في النيورال نتورك تحديدا الليست سكويرد ايرور. مفهوم الايرور كيف بدنا نحسبه؟ يعني على سبيل المثال انا عندي هذه الواي هات، هذه الاوبتيمال فاليو. تمام، بس انا ما جبتش الواي هات، انا جبت هذه القيمة الفعلية للواي. انا عندي ما جبتش الدوت هنا على اللاين، جبتها هنا، فبالتالي هذا هو الايرور. طبعا الايرور بربعه، تمام، لانه انا بدي اجمع كل الايرورز، فبالتالي بجمع كل الايرورز بسبب انا عندي رقم كبير كتير، فعشان هيك الايرور هذا يفترض انه يكون بالفراكشن، فعشان هيك بربعه، فبيكون الايرور الفاليو تبعته معقوله. يعني هذا بشكل سريع حنرجع له الموضوع هذا الليست سكويرد ايرورز مره ثانيه. فبالتالي هنا التوتال ايرور هو زي ما حكيت انه انا بدي اجمع كل الايرور اللي هو عباره عن سميشن الواي لبريدكت، عفوا الاوبزرفيشن تبعتي بالاضافه للبريدكشن اللي هو الواي هات واربعه، فهذا هو الليست سكويرد ايرور. ايش معنى هذا الكلام؟ انه انا بدي اختار الدبليو، انا عندي بدي اختار الدبليو، بدي اختار الدبليو هنا بحيث انه تحقق لي اقل ليست سكويرد ايرور. هاي الفكره في الموضوع هنا بس. طبعا هنا الواي هات قاعد بنستبدلها بالدبليو في الفيتشر تبعت الستيت المعينه هذه. طبعا المينيمايزنج للايرور انه هي عباره عن تريننج بروبلم، ممكن انا استخدمها في الماشين ليرنينج، مش هشرح فيها كتير في المحاضره هذه لانه احنا حنتطرق للموضوع هذا بالتفصيل اكثر في النيورال نتورك ان شاء الله. برضو مفهوم الاوفر فيتنج، الاوفر فيتنج هو يعني على النقيض من الجنراليزيشن. الاوفر فيتنج معنى ذلك انه الموديل بيكون او التعلم اللي احنا تعلمناه بس بينطبق على حالات معينه، ما بقدر انه هو يعممها على حالات ثانيه. فبالتالي هنا limiting capacity ممكن انه هو يساعد في الموضوع. ابسط لك اياها بطريقه يعني بسيطه جدا جدا. limiting capacity، افترض انه انت مثلا بتدرس مساق الاي اي، تمام، الان انت في عندك قدره معينه على الحفظ. الان انا لو قلصت القدره على الحفظ هذه اللي عندك، على شو بتعتمد؟ تعتمد على الفهم، والفهم انت ممكن تعتبره انه هو الجنراليزيشن، وهذا هو احنا اللي بدنا اياه. لو انا زودت السعه الحفظ انت عندك ودرست ماده الاي اي، فانت بتكون فعليا حافظ كل حاجه في ماده الاي اي بس مش فاهمها. ممكن يكون انه ادائك لما اجي اسالك يعني اسئله يعني من امثله انا جبتها انه يكون ادائك كتير ممتاز، لكن اذا جبت لك مسألة شوية بتختلف ممكن انه يكون ادائك سيء. فبالتالي بيصير حاجة اسمها overfitting. برضو حنعرج عليها اكتر في موضوع الماشين ليرنينج لانه احنا هناخده مع النيورال نتورك ان شاء الله.
مفهوم الأوفرفيتنج حنعرج له أكتر في المحاضرة تبعتنا. هيك بنكون إحنا خلصنا موضوع الريينفورسمنت ليرنينج تمام، وتعلمنا في الريينفورسمنت ليرنينج إنه أنا عندي تمثيل الورد، أنا عندي عبارة عن ماركوف ديسيجن بروسيس، وإنه ممكن إنه ناخد يعني أو ممكن نستخدم الكيو ليرنينج الجوريثم ونعملها ابروكسيميشن أو نعملها جنراليزيشن، هي أفضل طريقة إنه نخلي الأجنت إنه يتعلم بالطريقة هذه. هذا بالنسبة لمحاضرة اليوم، وإذا في عندكم أي سؤال. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. يعطيك ألف عافية دكتور. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك.